يواصل حزب التجمع الوطني للأحرار تنزيل برنامجه 100 يوم 100 مدينة الذي أطلقه رئيس الحزب عزيز أخنوش، إذ شهدت مدينة برشيد يوم الأحد 9 فبراير 2020 تنظيم محطة أخرى من هذا البرنامج بحضور المنسق الجهوي محمد بوسعيد وبرلماني برشيد المنسق الإقليمي صابر الكياب ورئيس الفريق البرلماني وعضو المكتب السياسي كميل توفيق، إلى جانب عدد من المنتخبين وساكنة المدينة بأزيد من 600 شخص. وضمت المحطة برنامج بالعديد من الورشات لتمكين كل المشاركين من الإدلاء بآرائهم بخصوص أبرز اهتماماتهم وانشغالاتهم. كما في علمكم اليوم احنا حاضرين هنا يعني في اطار القافله ديال 100 مدينه 100 يوم، من اجل يعني في اطار واحد اللقاء تشاور مع الساكنه ديال مدينه برشيد، ومن اجل الانصات لهم والانصات للمشاكل ديالهم والانصات للهموم ديالهم والمعاناه ديالهم اليوميه. هذا يعني من اجل باش نبلغوه ان شاء الله يعني عفنتي وعده قنوات سواء الحزبيه او في اطار المهمه ديالي كنائب برلماني، يعني فهمتي باش نبلغوها وباش ان شاء الله نوجدوا لها حلول يعني في اقرب الاجل، وكذلك يعني باش فهمتي اتخاذ واحد المجموعه ديال التوصيات اللي ان شاء الله في الختام ديال هذا اللقاء هذا اللي غادي يخرج به هذا اللقاء هذا ان شاء الله، يعني اتخاذ يعني بعين الاعتبار وفهمتي بعد التحليل وبعد يعني عده الامور ان شاء الله غادي تكون فهمتي تكون تدخل ان شاء الله في البرنامج الانتخابي ديال الحزب ديالنا في الاستحقاقات الماجيه. كيف ما كنلاحظوا ان اليوم حزب التجمع الوطني للاحرار حط الرحال في اقليم برشيد في اطار برنامج 100 مدينة 100 يوم. شنو هو هذا البرنامج؟ اليوم حزب التجمع الوطني الأحرار في إطار الدينامية الجديدة اللي سطرها السيد الرئيس عزيز أخنوش منذ المجيء ديالو على هذا الحزب، قررنا أننا نخرجوا من ذاك النطاق الضيق ديال الدكاكين السياسية وأن الأحزاب تبان من مناسبة الانتخابات. فمنذ الانتخابات الماضية وحزب التجمع الوطني الأحرار دائما في اتصال مع الساكنة. بلادنا اليوم كتعرف برنامج في إطار تهيئ برنامج تنموي جديد، حنا كنعرفوا أن هذا البرنامج العمود الفقري واللي غادي ينجحوا هو المواطن المغربي، فحنا اليوم باتصال دائم مع المواطن المغربي في كافة أنحاء المغرب. علاش؟ لأن باش كنحسوا أولا بالأهمية ديالو، نزرعوا الأمل في هذا المواطن ونرجعوا له الثقة في المستقبل، حنا ماشي حزب عدمي. اليوم كتحل القافلة 100 يوم 100 مدينة بمدينة برشيد، هذه المدينة اللي عزيزة علينا وغالية على قلوبنا. هذه القافلة كتحط هنايا باش تسمع المشاكل والهموم ديال الساكنة ديال المدينة اللي ربما لا تعد ولا تحصى. كنحصروها ثلاثة المحاور الأساسية اللي ربما هي الصحة والشغل والتعليم. وحنا الدور ديالنا كشبيبة قمنا بتأطير مجموعة ديال الشباب باش يعرفوا كيفاش يتحاوروا مع الناس مع الساكنة، كيفاش ياخذوا منهم المعلومات وكيفاش يوصلوا داكشي بأمانة للمكتب السياسي اللي هو بالدور ديالو غادي يوصلوا للقيادة اللي غادا تحاول وتعمل إن شاء الله على محاولة حل هذه المشاكل في أقرب وقت. واختتمت هذه المحطة بخلاصات حول واقع عدد من القضايا التنموية والاجتماعية التي سيبنى عليها البرنامج السياسي للحزب بالمنطقة، إلى جانب الترافع حولها لدى كل الجهات المعنية.